حياكم الله مشاهدينا الكرام في برنامجكم الأسبوعي بانوراما تنموية، والذي أيضا دائما يسلط الضوء على أبرز الإنجازات التنموية في دولة الكويت. وكما نعلم أيضا دائما تعمل حكومة دولة الكويت بكافة قطاعاتها، وخاصة على تحقيق كافة متطلبات خطة التنمية الشاملة، والتي أيضا من شأنها تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري جاذب للمستثمرين، وأيضا لتعزيز القيم القائمة والهوية الاجتماعية. ولا ننسى أيضا التنمية الموارد البشرية والتنمية المتوازنة والبنية التحتية الملائمة. وللتسليط أيضا الضوء مشاهدينا الكرام أكثر على التنمية المستدامة، ينضم معنا في الاستديو المهندس عبد الله حمود الغريب، رئيس ملتقى الكويت لحلول الاستدامة. مهندس عبد الله، حياك الله معنا في البداية في برنامج بانوراما تنموية. الله يحييك واشكر تلفزيون الكويت على هذه الاستضافة. حياك الله. في البداية طبعا بنتكلم عن موضوع الاستدامة، ولكن استأذنك نطلع تقرير بسيط ونرجع لك إن شاء الله مرة ثانية. مشاهدينا الكرام دعونا نتوقف عند هذا الفاصل القصير، ولا نعود من بعده بإذن الله تعالى، كونوا معنا. برعاية الهيئة العامة للشباب، سينطلق الشهر المقبل بتاريخ 6 أكتوبر لهذا العام ملتقى الكويت لحلول الاستدامة. الملتقى يجمع شباب وشابات الكويت بهدف تشجيعهم على تطوير أفكار مبتكرة تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لخطة التنمية الشاملة للبلاد. كما يركز ملتقى الكويت لحلول الاستدامة على تعزيز الابتكار واستخدام التقنيات كوسيلة لتحسين الحياة وتعزيز التنمية المستدامة في المجتمع الكويتي. فإيمانا من الهيئة العامة للشباب، فعلت دور الشباب وعززته عن طريق هذا الملتقى لتحقيق التنمية المستدامة والمساهمة في التحديات المحلية والإقليمية. كما تسعى الهيئة من هذا الملتقى إلى تطوير مهارات الطلبة وتوفير فرصة لتنمية مهارات البحث والتحليل والعمل الجماعي بين الشباب. ومن أحد أهم أهداف ملتقى الكويت لحلول الاستدامة تشجيع التعلم العملي لتعزيز فهم الطلبة للتقنيات الحديثة وتحفيزهم على تطبيقها في مشاريعهم، بالإضافة إلى تحفيز المشاركين بالاهتمام بأهداف التنمية المستدامة لرفع الوعي حول أهمية تحقيق أهداف التنمية المستدامة لدولة الكويت. خطط مدروسة وبرامج هادفة تقوم بها الهيئة العامة للشباب لتبادل الخبرات الشبابية في مجال الاستدامة وتطوير القدرات لخلق بيئة تشجع على الابتكار في تصميم البرامج والأنشطة المجتمعية، وكذلك ربط المبادرات بأهداف التنمية المستدامة وتأهيل قيادات شبابية متمكنة في وضع استراتيجيات التنمية المستدامة. حياكم الله مشاهدينا الكرام من جديد، وايضا احب ان ارحب في ضيفي في الاستديو المهندس عبد الله حمود الغريب، رئيس ملتقى الكويت لحلول الاستدامه. مهندس عبد الله، يعني كان ودنا نتكلم معك في البدايه بما ان راح نتكلم اليوم حوار حلقتنا عن الاستدامه. قبل ما ندش اكثر بتفاصيل الاستدامه، نبي نعرف المشاهدين معانا شنو الاستدامه، شنو تعريف الاستدامه؟ الاستدامه باختصار هي تلبيه احتياجات الحاضر من دون لا امس قدره الاجيال القادمه أنها تلبي احتياجاتها. شلون أقدر أستثمر في كافة الموارد الموجودة بحيث أن مستقبلا إن شاء الله تعالى يكون لها فائدة مرجوة بإذن الله. نعم، لو بنتكلم مثلا عن الاستدامة أكثر، شلون نقدر نقول أهمية الاستدامة في الوقت الحالي؟ بما أن حين عرفناها نبي نعرف أيضا أهميتها، وين تكمن مكامن الأهمية للاستدامة في وجهة نظرك؟ الاستدامة لها أبعاد كثيرة، لها أبعاد بيئية، اجتماعية، اقتصادية. كلنا قاعد نلاحظ في هذا العالم شح الموارد،
الاستدامة هي دائما تحاول قدر المستطاع أنها شلون تستفيد من هذه المادة أو من هذه الكتلة قدر المستطاع في مجالات حتى غير مجالاتها التي يعني صنعت من أجلها. مثلا عندك الزجاج، عندك الإطارات المطاطية، عندك البلاستيك بشكل عام، هو صنع مثلا ككوب أو كغلاس أو كصحن معين. فأنا أقدر شلون أحاول قدر المستطاع ما بعد هذه الصناعة إن شلون أعيد تدويره، أني أشكله وصنعه بشكل ثاني بحيث أنه ما يوقف عند نقطة معينة ولا ينتهي. لأن يعني هذه المواد من الصعب أن يتم تخزينها، لأن تخزينها راح يكلف الدولة مساحات شاسعة، راح يكلف الدولة وسائل نقل، راح يصير عبء على الدولة. فنعتقد أن الاستدامة ضرورة ملحة للحكومات وللمؤسسات حتى على مستوى الشخصي. يجب على الأفراد وعلى الأسر أن يتبنون هذا المفهوم بحيث أنه يكون أسلوب حياة، من خلال مثلا أني أحاول قدر المستطاع أن يحط حاويات للنفايات تكرمون في المنزل نفسه، للورق، للبلاستيك، للزجاج، بحيث أن أنميها داخل هذا المنزل، أنميها عند الأبناء، عند أهل البيت نفسه، بحيث أن مستقبلا يتم تطويره، بحيث أن حتى الطفل نفسه والشاب أو الشاب نفسها تكون عندها فكرة أولية، بحيث أن مستقبلا إن شاء الله تعالى إذا صار يعني هنالك تطبيقات جدية في الاستدامة يكون الأمر روتيني أو الأمر متقبل من البداية. نعم، لو بتكلم معك أيضا أكثر، يعني وين نعرف نقدر نقول مكامن الخلل عشان تصير من بعدها الاستدامة؟ يعني مثل ما ذكرت من قبل قليل عن تعريف الاستدامة، هي حلول، هي أفكار مستقبلية ترى النور في المستقبل، شلون نبدي من أول خطوة؟ أعتقد الخطوة الأولى إحنا عندنا نقص في التشريعات، يجب أن يتم إعادة النظر في القوانين اللي تسمح للاستدامة أنها تمارس إعادة التدوير، أيضا تمارس نشر الوعي بطريقة سهلة وروتينية. أيضا إحنا أعتقد أن المشكلة دائما نجدها في المناهج الدراسية، لابد من إدخال الاستدامة في المناهج الدراسية من رياض الأطفال إلى المرحلة الثانوية. كذلك يتم إدراج مادة الاستدامة عفوا في المرحلة الثانوية. إحنا عندنا في المرحلة الثانوية مادة اختياري حر 1 و2 لطلبة الحادي عشر وطلبة الثاني عشر. إدخال هذه المواد مثلا مادة إعادة التدوير، مادة الزراعة المائية، مادة الاستدامة المالية أنها تكون في الجانب المحاسبي والتجاري، بحيث أن ندرج هذا الأمر إلى أن نقدر إن شاء الله تعالى في المستقبل إلى فرض هذه القوانين على المواطنين والمقيمين، بحيث أن نحاول قدر المستطاع أن تكون كويت يعني جديدة حقيقية بمعنى الكلمة، الحفاظ على البيئة، كذلك المحاولة قدر المستطاع المحافظة على الموارد الطبيعية بإعادة تدويرها وإظهارها بشكل يليق يعني في المواطنين والمقيمين. نعم، ايضا يعني من حديثك يعني دائما يقول لك التكنولوجيا والاستدامه تقريبا يمشون بنفس الخط، ولكن اذا بنوظفهم للمساهمه في تطوير الاستدامه شلون يتم توظيف التكنولوجيا؟ نعم، عندك مثلا من يعني من التقنيات الحديثه في الاستدامه اللي هي الطاقه المتجدده او الطاقه الشمسيه. التكنولوجيا لها دور كبير في تشغيل هذه التقنيات وهذه التطبيقات، كذلك في المراقبه وكذلك في المتابعه. التكنولوجيا لها دور كبير جدا في بعض الممارسات الإنتاجية وأساليب الإنتاجية في العمل، يعني تطبيق فكرة معينة، تطبيق تقنية معينة في الاستدامة داخل بيئة العمل ممكن أنها يعني إن شاء الله تعالى توفر الوقت والجهد الكبير لإنجاز هذه المهام. للأسف احنا نشوف العالم بشكل عام قاعد يطبق أفكار تقليدية سواء بأساليب العمل حتى في مجال الصناعة وغيره. التشجيع بحيث أن نكسر هذا الحاجز وتصير فيه ثقة في الاستدامة ونطبقها بالشكل الصحيح وبالدعم الصحيح في الأماكن الصحيحة، أعتقد أنه راح تصير فيه إن شاء الله تعالى في ثورة عمرانية تنموية بإذن الله، ودفع عجلة التنمية بمعنى الكلمة، مش دفع عجلة التنمية، إسراع التنمية بإذن الله تعالى من خلال هذه التطبيقات اللي إن شاء الله تعالى راح أثبتت أصلاً في بعض الدول قدرتها وكفاءتها.
احنا ليش ما نطبقها؟ احنا نساهم باذن الله تعالى من خلال الملتقى بالجانب التوعوي والجانب ان شاء الله تعالى المجتمعي ان شاء الله تعالى نأسس ارض او تربه خصبه للاستدامه في الكويت. اكيد، وان شاء الله طبعا الرسائل تكون للشريحه المستهدفه في وجهه نظرك مهندس عبد الله تكون عن طريق القنوات الاذاعيه التلفزيونيه، ايضا في حسابات التواصل الاجتماعي. بس نبي نتكلم على نقطه ايضا مهمه، اللي هي دائما لكل فكره لكل مشروع تحديات. نعم. لو بنتكلم معك عن التحديات وشلون تغلبتهم عليها. نعم، الفكرة بالبداية كانت إن شلون ناخذ جانب حقيقي ويعني مطلوب واحتياج للواقع. إذا تكلمنا على الاستدامة بشكل عام، الاستدامة بشكل عام فيها أكثر من جانب، في أبحاث الاستدامة، تطبيقات الاستدامة. أنا ركزت في هذا الملتقى على حلول الاستدامة. الناس الحين محتاجة حلول أكثر من ما هي محتاجة إلى كلام أو دراسات نظرية ممكن أحصل عليها في أي مكان. الملتقى حرصنا بإذن الله تعالى أن اخترنا العنوان حلول الاستدامة، اخترنا المجال في هذه الحلول بحيث أن إن شاء الله تعالى نرى النور لتطبيق هذه الحلول لكويتنا الغالية. نعم، دائما يعني الملتقى لو بنتكلم عنه بشكل مفصل هو ملتقى الكويت لحلول الاستدامة. متى راح يكون إن شاء الله افتتاح هذا الملتقى؟ لو تكلمني عن أهدافه، عن الشريحة المستهدفة في وجهة نظرك لهذا الملتقى. ملتقى الكويت لحلول الاستدامة راح يكون إن شاء الله تعالى انطلاقته في 6 أكتوبر القادم يوم الأحد. 6 أكتوبر راح تكون في محاضرات نظرية عن أهداف الاستدامة، عن رؤية الكويت 2035 بإذن الله. اليوم الثاني عندي ورشة في صناعة الأفكار المبتكرة وتصميم العمل التجاري والتفكير التصميمي، بحيث أن نصيغ الأفكار بطريقة علمية ومبنية على أسس فنية دقيقة. اليوم الثالث عندي تقييم المشاركات. طبعا إذا قلنا مشاركات، أنا ما قبل الملتقى عندي طريقة تسجيل. إن شاء الله تعالى أدعو المشاهدين إلى متابعة حسابات ملتقى الكويت لحلول الاستدامة في برامج التواصل الاجتماعي عشان يترقبون بإذن الله تعالى الإعلان الرسمي للتسجيل الأيام الجاية بإذن الله. راح يتم التقديم أما تقديم فردي أو تقديم عن طريق فرق عمل بحد أقصى 3 أشخاص. يتم وضع البيانات الشخصية، اسم المشروع، فكرة المشروع، التحدي أو المشكلة، شرح الفكرة والحل بشكل مختصر. ما بعد ذلك إن شاء الله راح نفرز هذه المشاركات، راح نختار أفضل 20 مشاركة بناء على أهميتها. زين، وبعدها إن شاء الله ينضمون إلى ما ذكرت في الورش والمحاضرات، ويتم تقييم هذه المشاركات. وفي اليوم الأخير، اليوم الرابع إن شاء الله تعالى، اليوم الختامي، سيتم تكريم أفضل 3 مشاركات، المركز الأول والثاني والثالث في جائزة الإبداع لحلول الاستدامة. كذلك راح تكون عندنا إن شاء الله 3 حلقات نقاشية. الحلقة الأولى بعنوان دور مؤسسات المجتمع المدني في الاستدامة، راح يشاركون فيها جمعية المحاسبين وجمعية المهندسين وجمعية المحامين بإذن الله تعالى. الحلقة النقاشية الثانية بصمات كويتية في الاستدامة، راح يشاركون إن شاء الله فيها مخترعين كويتيين أصحاب إنجازات وبراءات اختراع في مجال الاستدامة. أما الحلقة النقاشية الثالثة إن شاء الله تعالى راح تكون بعنوان واقع وآمال الاستدامة في الكويت. الضيوف راح يكونون أساتذة أكاديميين يتكلمون عن واقع وآمال الاستدامة في الكويت. وفي نهاية الملتقى بإذن الله تعالى راح تصير فيه توصيات وكلمة ختامية. جميع المشاريع اللي هم 20 مشروع أو 20 فكرة اللي مرتبة بأسس فنية وعلمية راح تكون إن شاء الله في كتيب. جميع الحقوق الملكية الفكرية للمشاركين موجودة، ونسعى بإذن الله تعالى لتسويق هذه الأفكار سواء للقطاع الحكومي حتى يتبناها أو القطاع الخاص لاستثمارها. ونسعى بإذن الله تعالى في النسخ القادمة إلى تطوير الملتقى بشكل أكبر، بحيث أنها تكون يعني على شكل على مستوى عربي أو على مستوى دولي، وكذلك أنه يكون إن شاء الله تعالى في معرض يخص الاستدامة يشاركون فيه جميع القطاعات وجميع يعني أصحاب الشأن في هذا الأمر. نعم، بما أنك أيضا ذكرت يعني التسجيل دائما يكون فيه له شروط. لو بنتكلم الفئة العمرية للمتقدم أو أيضا لصاحب الفكرة، ما هي الفئة العمرية للمتقدم وأيضا ما هي المعايير المطلوبة للمشارك في هذا الملتقى؟ نعم،
الملتقى جزاهم الله خير الهيئة العامة للشباب برعاية الهيئة العامة للشباب، ومن ضمن الشروط أن يكون يعني المسجلين من فئة الشباب، وإحنا دائما نركز على الشباب لأن الشباب إن شاء الله تعالى هم مستقبل الكويت. المشاركة من عمر 18 سنة إلى عمر 34 سنة، المشاركة أما فردية أو من ضمن فريق عمل، تسجيل البيانات كاملة وصحيحة عن طريق الفورمة اللي إن شاء الله تعالى راح نقدمها في الإعلان، اللي إن شاء الله تعالى هم أؤكد وأجدد للأخوة المتابعين متابعة حساباتنا في وسائل التواصل الاجتماعي ملتقى الكويت لحلول الاستدامة، وإن شاء الله الدعوة بسيطة إن شاء الله تعالى، وبالعكس يشرفونا وهم اللي يضيفوننا إن شاء الله. بالأمان يعني مبادرة جميلة من قبلكم للأفراد اللي حابين يشاركون في الاستدامة، اللي بالأخير تصب في مصلحة يعني وطننا الحبيب. بس لو بنتكلم عن الأفكار، تقييمك للأفكار، طريقة اختيار الأفكار، هل فيها معايير مثلا معينة مثلا تعتمد على النواقص أو تعتمد على المستقبل؟ للأمانة هي راح تصير بطريقة يعني في ثلاث توازي، راح نركز على الأهم. ممكن في بعض الأفكار ما نشوف فيها أهمية خصوصا داخل الكويت أو في الوقت الحالي، أو بالوقت الحالي مثلا فكرة يعني تخص يعني البرد فرضنا، أو يعني انخفاض درجات الحرارة، هذا الأمر يعني نادر ويكون موسمي في الكويت، فهذه الفكرة ممكن يعني إن شنو يتم يعني إعادة النظر فيها إلى أن نشوف الأفكار الأكثر أهمية وأكثر احتياج. دعوة إن شاء الله تعالى، أنا يعني يطمن الجميع أن إحنا أبوابنا مفتوحة للجميع، وإن شاء الله تعالى ما نرد أحد، وإذا جتنا القدرة أن نرفع العدد إلى 30 أو 40 بإذن الله تعالى ما راح نتردد في هذا الأمر، ولكن إن شاء الله تعالى بنشوف هذا التفاعل اللي أنا إن شاء الله تعالى على ثقة عالية جداً بتفاعل الشباب الكويتي المبتكر المتحمس المبدع اللي قاعد يشرفنا ويجملنا في كافة المحافل الدولية. نعم، لو بنتكلم على الجهات المستفيدة، دائما لكل فكرة لكل مشروع لكل ملتقى في البعض أن تكون الاستفادة أكثر للجهات الحكومية، والبعض الآخر يكون للجهات الخاصة. يعني هذا الملتقى على حسب المعايير اللي عندكم راح تكون الأكثر تستفيد منها الجهات الحكومية أو الخاصة؟ للأمانة الجهات الحكومية والجهات الخاصة، حتى على مستوى الأفراد ومؤسسات المجتمع المدني، الكل بإذن الله تعالى مشارك في هذا الملتقى، خصوصا أن الأفكار راح يتم إن شاء الله تشكيل فرق عمل لزيارة هذه الهيئات وهذه المؤسسات والشركات، كل فكرة على حدة. مثل الأفكار البيئية راح يكون في فريق عمل للتفاوض هم للزيارات وطرح الأفكار للجهات نفسها، دام الأمر يخدم الكويت بكافة قطاعاتها الأمر بإذن الله تعالى مفتوح للجميع، وحنا نمد يد العون لكل شخص يرغب بتنمية حقيقية وكويت جديدة اللي كلنا متفائلين إن شاء الله تعالى في تحقيقها على أرض الواقع بإذن الله لا شك. ولكن أيضا لو بتكلم معاك على الأفكار، بما أننا تكلمنا عن الاستدامة وعن الأفكار، في أفكار يعني رأت النور في الفترة السابقة وحتى في المستقبل كأمثلة؟ في جهود، الشباب الكويتي مبدع ومنجز في براءات اختراع، في أبحاث منشورة في جامعات أو في مجلات علمية ذات ترتيب عالي. تبني الأفكار أعتقد أنه ينقصه الثقة، للأسف نجد كثير يعني يتبنى الأفكار التقليدية. من خلال الملتقى أنا الهدف العام عندي في كسر الحاجز لتقبل هذه الأفكار. أنا كان عندي مشروع في إعادة تدوير الإطارات المطاطية والزجاج وإدخاله بالخرسانة، هذا المشروع ولله الحمد كانت له يعني أبعاد بيئية، بحيث أني وفرت على الدولة مساحات شاسعة من تخزين هذه الإطارات، وأيضا يعني وسائل النقل كذلك له أهداف اقتصادية من خلال توفير التكلفة على المستفيد نفسه، كذلك له أهداف هندسية من خلال تطوير خواص الخرسانة. عرضت هذا المشروع وتقدمت فيه في أكثر من جهة في تقبل، ولكن إلى الآن يعني ما شفت يعني هنالك يعني رغبة صادقة وجادة في تبني هذه المشاريع. بإذن الله تعالى ملتقى الكويت لحلول الاستدامة راح يكسر هذا الحاجز، راح يغير من تفكير الكثير على أسس علمية وعلى يعني معلومات دقيقة ومهمة، بحيث أن المتلقي يقتنع اقتناع تام من قرارات نفسه.
نعم، يعني على حسب كلامك ومثل ما ذكرت والاستشفيت أيضا مهندس عبد الله، يعني مثل هذه الملتقيات تساهم في إنجاح هذه الأفكار أو حتى في دفعها أن ترى النور في المستقبل؟ نعم أكيد، إذا تكلمنا على الاستدامة والكل منا مثلا قاعد في الديوانية أو في جهة العمل، ما راح نلقى يعني تشجيع، ولكن إذا طبقنا هذه الملتقيات وأقمنا هذه الملتقيات والمنتديات والمؤتمرات وورش العمل، وخلينا بس يعني المتلقي يعني يتم لفت انتباهه. لفت انتباهه شلون؟ الأشخاص جميعهم يعني ولله الحمد عقلاء وواعين، إذا ما شاف دليل مقنع ولا شاف برهان وحجة ما راح يقتنع. احنا من خلال يعني تبني فكرة التحرك المجتمعي والعمل المجتمعي بإذن الله تعالى راح يعني يكون لها أثر طيب على الجميع. نعم، لو أيضا نغرس الاستدامة منذ الصغر، دائما الصغر هو اللي يغرس فيه وينشأ جيل حتى في المستقبل، الرسائل نوجهها عن طريق مثلا في التدريس أو في البيت أو عن طريق مثلا رسائل في التواصل الاجتماعي؟ هي أعتقد أستاذ فهد أن المشكلة تحتاج إلى تضافر الجهود من قبل الأفراد؟ من قبل الأفراد ومن قبل المؤسسات. المؤسسات شلون تقنع الأفراد؟ والأفراد شلون يقنعون المؤسسات باحتياجاتهم؟ في جهات كثيرة من المؤسسات في الدولة ولله الحمد عندها مكاتب خدمة مواطن، عندها أيضا إيميلات وأرقام خاصة في الاستفسارات والشكاوي. المشكلة تشاركية، احنا لازم أن يتم إشراك المفاهيم ومناهج الاستدامة في وزارة التربية، كذلك وزارة الإعلام جزاهم الله خير، يعني يكفي هذا اللقاء اللي قاعد تساعد بإذن الله تعالى في نشر مفاهيم الاستدامة وتطبيقات الاستدامة. برنامج بانوراما تنموية أعتقد أنه منارة بإذن الله تعالى لكل ما هو خير للبلاد والعباد، وجزاهم الله خير وأشكرهم وأشكر أيضا قناة الأخبار على هذه الاستضافة، وهذا شيء يعني شهادة حق يعني يشكرون عليه. الحملات التوعوية عن طريق القنوات الأخبارية وعن طريق الجهات الإعلام، كذلك وزارة التربية ممثلة في قطاع المناهج، كذلك يعني عندك مؤسسات المجتمع المدني بدعم الأفكار وكذلك بعمل الحملات التوعوية، كذلك مثلا وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بحيث أنه يتم التركيز في خطب الجمعة على الدعوة على التوفير وعلى الاستدامة. الاستدامة أعتقد أن القرآن الكريم والسنة النبوية ما غفلت عن هذا الجانب، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، وفي أحاديث كثيرة إذا نتكلم عن هذا الجانب ممكن نذكرها في حلقات أخرى. الدعوة إن شاء الله تعالى كل جهة تستطيع لو دور بسيط أن أيضا تساهم في هذه العملية. العملية إن شاء الله تعالى يعني على أدعو يعني المعنيين لتشكيل مثلا لجان عليا بنشر الوعي وتبني أفكار الاستدامة، بحيث أن أنسق مع الوزارات، أنسق مع الهيئات، أنسق مع مؤسسات المجتمع المدني، مع الأفراد، مع الخبراء المتخصصين، بحيث أن شلون نقدر ننشر فكرة الاستدامة، شلون نقدر نطبق الاستدامة في الكويت انطلاقا من الأسرة إلى المؤسسة إلى الهيئة، وتصير يعني الاستدامة أسلوب حياة بمعنى الكلمة. إنزين، لو نبي نوجه رسالة خاصة للمشاركين، يعني إن شاء الله راح يشاركون مثل ما ذكرت، بس لكن خلي يتابعون حساباتكم في التواصل الاجتماعي بالنسبة للتسجيل، ولكن شنو رسالة توجهها لهم لترتيب الفكرة بشكل علمي والمعايير المطلوبة اللي أنت ذكرتها منذ قليل في بداية المقابلة؟ نعم، الدعوة إن شاء الله تعالى سهلة، وإحنا نطمئنهم أن إحنا معاكم كل ما تحتاجونه إن شاء الله. اللي نحتاجه اسم الفكرة، اسم المشروع، التحدي أو المشكلة اللي إن شاء الله تعالى راح يحلها هذا المشروع، شرح الفكرة باختصار زين، ما بعد ذلك الدور علينا إن شاء الله من خلال تبني هذه الفكرة، من خلال وضع هذه الفكرة بقوالب فنية أكاديمية قابلة للتطبيق وقابلة لإقناع الطرف الثاني. دعوة إن شاء الله سهلة، وأنا أجدد أن يتابعون حساباتنا بوسائل التواصل الاجتماعي، وإن شاء الله تعالى أن يحالفهم الحظ ويحالفنا إحنا الحظ في يعني مشاركتهم معنا في هذا الحدث اللي إن شاء الله تعالى راح يكون إضافة مميزة للعمل المجتمعي والعمل التطوعي في الكويت.
نعم، وأنا أيضا من وجودي هنا أشكركم أيضا على هذا الملتقى اللي إن شاء الله راح يساهم في هذه الجهود، في توصيل هذه الأفكار، في هذه الاستدامة اللي إن شاء الله راح تطور وتنمي في دولتنا الحبيبة، واللي أيضا مثل ما ذكرت أنها راح تصب في مصلحة وطننا الحبيب. ملتقى مهم نتمنى الكل أيضا يشارك فيه، ومثل ما ذكرت منذ قليل هو التواصل عن طريق الحسابات التواصل الاجتماعي، هو ملتقى الكويت لحلول الاستدامة. نعم، وأيضا أشكرك على وجودك اليوم معنا في برنامج بانوراما التنموية. دائما يقول لك الوقت الحلو يمر ويانا بسرعة، واليوم الوقت ما شاء الله مر وياك بسرعة بسبب هذه الأفكار الجميلة اللي أنت ذكرتها منذ قليل، وعرفنا أيضا الاستدامة والكثير من الأمور اللي إن شاء الله يكونوا استفادوا منها المشاهدين ووصلت لهم بطريقة سلسة. وإن شاء الله مثل ما ذكرت راح ننتظر الإعلان عن طريق حساباتكم في التواصل الاجتماعي. مشاهدينا الكرام، كما رأيتم وصلنا إلى نهاية حلقتنا مع المهندس عبد الله حمود الغريب رئيس ملتقى الكويت لحلول الاستدامة، إلى أن نلقاكم بإذن الله تعالى الأسبوع المقبل في حلقة جديدة. إلى ذلك الحين نترككم بحفظ الله ورعايته، دمتم في أمان الله.